السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أدي أحمر. بعد النجاح الذي حققته سلسلة جالكسي ام التي تم اطلاقها في بداية 2019، يبدو ان سامسونج تريد توسيع هذه السلسلة باطلاق هاتف من سلسلة جالكسي ام. من المتوقع ان يتم الاعلان عن هاتف جالكسي ام 40 في هذا الشهر من يوم 14 مايو. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن المواصفات المتوقعة لهذا الهاتف وسعره في الدول العربية. اولا، ياتي الهاتف بشاشة على شكل ووتر دروب من نوع سوبر اموليد بقياس 6.4 انش بدقة فول اتش دي بلس 1080x2340 بكثافة 403 بكسل بالانش مع نسبة عرض 19.5:9. يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 675 بدقة تصنيع 11 نانومتر ثماني النواة بسرعة تردد تصل الى 2 جيجا هرتز مع معالج رسومي من نوع ادرينو 612. من حيث الأداء، يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل أندرويد بي مع واجهة سامسونج الون يو آي. من المتوقع أن يأتي الهاتف بنسختين من حيث الذاكرة الداخلية ونسخة واحدة من حيث الرام، 64 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 6 جيجا بايت رام و 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية مع 6 جيجا بايت رام، ويمكن تركيب ذاكرة تخزين خارجية حتى 512 جيجا بايت. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الأولى بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 مع فلاش خلفي من نوع ليد، وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير فيديو بدقة 4K مع 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير فيديو بدقة 4K مع 30 إطار في الثاني. البطارية جاءت بقوة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع مع منفذ USB من نوع C، ويدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.0. السعر المتوقع للهاتف 271 دولارا أمريكيا، والآن مع الأسعار في بعض الدول العربية. كان معكم عدي أحمد، وشكرا جزيلا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.